بداية مع النادي الأهلي، أوضة اللبس. أوضة اللبس بتبقى رايح، قول لي من أول ما نزلت من البيت كنت حاسس بإيه وأنت رايح بقى أول تدريبة للنادي الأهلي؟ اول تمرين. انا اول حاجه رحت قبل اول تمرين، رحت طبعا لما خلصت ومضيت وكده، فاول تمرين كنت رايح لوحدي، يعني كنت رايح بعربيتي وراكن واخد شنطتي فدخلت بقى قلت ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما دخلت بسم الله الرحمن الرحيم كنت خايف؟ لا انا ما بخافش، يعني انا ما الحمد لله ما بخافش خالص، لكن بحترم الحاجات اللي انا، المكان اللي انا فيه، او احترم الناس اللي انا هقابلها، او احترم الناس اللي انا اقعد معاها. فاول ما دخلت يا كابتن شادي، انا داخل بقى من البوابه الرئيسيه بتاع الجزيره اللي هي عليها صور الشهداء ايوه، على المستشفى اللي بيسموها بوابه المستشفى بالظبط المعلم. كده. فدخلت بقى كابتن ما شاء الله حاجه، انا اول مره اخش النادي الاهلي، يعني انا عمري ما دخلت الاهلي. ايوه، فاول انا كنت دايما اخش مدينه نصر بنلعب هناك واحنا صغيرين، لكن لما وانا في السن الكبير لا ما دخلتش بقى الجزيره. فدخلت وجا لقيت ناس كتير قاعده جدا، وناس كبيره مستنياني، وناس عماله تصورني. ما هي دي حاجه برضو، انت وانت بتلعب، مع كل احترام طبعا لاي فرقه، يعني انا لعبت في ام 12 سنه، الناس دي اللي لها فضل عليا وهي اللي عملتني بعد ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما تخش النادي الاهلي لا، دي حاجه مش سهله، واللي يخش النادي الاهلي وما يستغلش اللي هو فيه هو الخسران، لان برافو انت عليك، ربنا كرمك واداك حاجه اي حد يتمناها ميزك عن اي حد نفسه يبقى في المكانة دي. بالظبط، وانت في نعمه، يعني وانت في نادي الاهلي انت في نعمه، فلازم تستغل دي ولازم تتعب علشان دي. فانا بصراحه اول ما دخلت كنت مش انا زي ما قلت لحضرتك ما بخافش، لكن عارف اللي هو في توتر شويه، طب انا هقابل مين، طب هشوف مين، طب مين اول واحد شفته عينك شافت؟ اتوقع انا، بس مش عارف صح ولا غلط. لا مش عم عارف. حارس؟ لا انا عم حارس اعرفه من بدري. بجد لا والله؟ والله يعني انا بحبه جدا اصلا، يعني هو على طول انا وهو بنفطر مع بعض الصبح ونجيب الفول والطعميه ونقعد مع بعض. ايوه، هو اصلا بيروح بدري، فانا يوم الماتش لما بكون لاعب ماتش مش بنعرف ننام، فممكن اكلمه اصلي الفجر انا وهو ونقعد في النادي، يعني على طول بعمل كده معاه، يعني هو على طول بيروح بدري. فاول واحد مش فاكر بصراحه، بس يعني هو لعيب، بس انا كنت اعرف ناس ساعتها، فدي سهلت عليا الدنيا بصراحه كابتن شادي لما دخلت. وزي ما قلت لحضرتك كابتن سيد كنت اعرفه برضو من بدري، وكنت اعرف سعد سمير وندفيد وصلاح محسن وشريف، وكنت اعرف كل الناس دي كلها، كنت عارف حمدي فتحي، كان حمدي اخويا كان بنلعب مع بعض في انبي. لعيب هايل لا هايل حمدي لعيب هايل كبير هايل الصراحه، كبير. بيقدم مستويات مفاجاه. بس يا كابتن بص، هو حمدي ملتزم، فمتمرن كويس واكل كويس وبيصحى بدري جدا، فبيتعبني معايا بصراحه، مش عارف بيصحى بدري وما بينامش تاني، يعني دي بستغربه فيها، فربنا يكرمه عشان هو بيتعب. بس في اول ما دخلت بقى سلمت على اللعيبه كلها وبدات اول تمرين. تاني تمرين بصراحه حسيت ان انا بلعب في نادي انا كل الناس اللي في نادي انا اعرفها، يعني ما حسيتش بالغربه، يعني لان انا بعدها بثلاث ايام دخلت ماتش، فبصراحه حسيت ان انا بلعب في بيتي ومع اصحابي ومع اخواتي، ما حسيتش بالفرق بصراحه. لكن اول دخله دي كانت صعبه جدا، لكن الحمد لله عدت والدنيا بقت كويسه يعني.